طب دكتور محمود من فضلك، هل من المتوقع انه دلتا المتحور دلتا او دلتا بلس يدخل مصر، وهيبقى الموقف ايه لو ده حصل؟ خصوصا النهارده اول شركه سياحه روسيه اخذت الموافقه بتسيير الرحلات المباشره للمنتجعات السياحيه المصريه اللي هي بيسميها رحلات الشارتر، اللي هي شركه باسم روسيا، ومتوقع ان هي تبتدي سبتمبر، فهيجي لنا بقى وفود من بره مصر كتير. ف يعني موقف اللقاحات اللي احنا خدناها ايه في علاقتها بدلتا، وقدرة مصر على انها مع تدفقات السياحة تقدر تكافح فيروس متحور زي دلتا بلس ده؟ انا عايز انقل لحضرتك الصورة دي بس كاملة، لان احنا عندنا مشكلة في نقل الصورة دي كامل. اتفضل. اولا، هل المتحورون سواء بقى دلتا ودلتا بلس وابسلون واخيرا لامدا، هل هذه المستجدون او المتحورون كما يقولون، هل هي حاجات جديده ولا لا؟ الاجابه لا، الحاجات دي او المتحورون دول معانا من العام الماضي. لو حضرتك قرانا في تفاصيل ظهور كل واحد من هؤلاء المستجدون، هنلاقي عندنا واحد زي ابسلون مثلا عندنا من شهر 7 عام 2020، عندنا دلتا ظهر اول ما ظهر في الهند من عام في شهر 12 من عام 2020. لو ذكرنا لامدا، ظهر أول ما ظهر في دولة بيروب أمريكا الجنوبية في شهر 7 عام 2020. الشاهد من كلامي، كل المستجدون أو كل المتحورون حضرتك، قيل في بعض وسائل الإعلام معلومات منتقصة أنها المتحور الجديد، ولكن الحقيقة العلمية المثبتة إن احنا تعاملنا معاه، شفناه وعرفناه حضرتك من العام الماضي، منهم من مر عليه سنة، واللي مر عليه سنة وأربع شهور، واللي منهم شفناها على الأقل بقاله 8 شهور. فهل هذه المتحورات انتشرت في العالم ولا لا؟ ذكرنا قبل كده حضرتك إن دلتا سجل دخوله أكثر من 90 دولة، متحور لامدا ذكر أنه دخل أكثر من 31 دولة. الشاهد من كلامي، متحورون بقالهم معانا أكثر من عام، هل تتصور حضرتك إن تلك المتحورات دخلت مصر ولا لا؟ في حدود تصوري طبعا دخلوا مصر، طبعا جهاز المناعة البشري المصري تعامل معاه، طبعا لازم لما نيجي ننقل للناس معلومة لازم تبقى معلومة كاملة، لا هدفها التهويل ولا هدفها التهويل. دلتا بقاله شوية، إبسلون بقاله شوية، لامدا بقاله شوية، ألفا بيتا جاما، الحاجات المتحورات دي كلها حضرتك متحورات نراها نعلمها من أكثر من 8 شهور، من عام 2020 نعلم. فده جزء لازم لا نغفله عشان نبقى فاهمين احنا بنتكلم عنه. هو ده جزء مطمئن الحقيقه، لانها اذا كانت قد دخلت بالفعل والوضع بهذه الجوده الحمد لله، من اعداد اصابات قليله واعداد وفيات اقل بكثير مما كنا، فده يعني شيء مطمئن. اخيرا دكتور محمود، عايز اسال حضرتك عن التخفف او التخفيف من الاجراءات الاحترازيه. كنت لسه بقول في بدايه الحلقه إن دولة زي إسرائيل بعد ما تخففت من الإجراءات، وبعد ما قالت إرموا الكمامات في الأماكن المفتوحة واستعملوها فقط في الأماكن المغلقة، وفتحت شوية السياحة عن قبل كده، عن السنة اللي فاتت مثلا، يعني وصلنا ل 2000 إصابة في اليوم، فحصل انتكاسة كبيرة. يعني بماذا تنصح المواطنين المصريين في هذه الأيام ودخولا على أغسطس؟ أنا مش هذكر ده بس حضرتك، في عندنا في المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية للأسف الشديد كان ظهر منها بيان في منتهى الخطورة، CDC أو مركز مكافحة الأوبئة بالولايات المتحدة الأمريكية كان قال للملقحون أنهم يستطيعون أن يتخلوا عن اللقاحات، وهذه الكارثة أدت إلى ارتفاع بعض الإصابات. عن الكمامات تقصد؟ عن الكمامات تقصد؟ الكمامة، تخلوا عن ارتداء الكمامة. حضرتك قلت تخلوا عن اللقاحات وهم ملقحون، تمام فهمت. لا انا بتكلم عن ارتداء الكمامة، انا اسف. تمام. لا ولا يهمك. تمام اتفضل. تخلوا عن ارتداء الكمامات تماما في اثناء المرور بالاماكن المغلقة وحتى الاماكن العامة، وقيل من قبل مركز مكافحة الاوبئة بالولايات المتحدة الامريكية ان الملقح محمي 100%. وقلت وحذرت في هذا الوقت أن هذه كارثة ستدفع ثمنها غالي أي دولة هتمارس هذه الممارسة. اللقاحات لا تمنع العدوى، لا تمنع العدوى، لا تمنع العدوى، ده قولا واحدا وغير قابل للنقاش. أنا ألتزم
بالإجراءات الاحترازية لأنها السبيل الأوحد وعلى قمة الهرم للوقاية من هذا المستجد. بشكرك جدا دكتور محمود، نورتنا. شرفت دايما بحضرتك فندم. جزيل الشكر دكتور محمود الأنصاري، استشاري أول المناعة والكائنات الدقيقة.